بتزيد نهار اليوم صحاعدكم، بتزيد نهار اليوم مبروك عيدكم، بتزيد نهار اليوم صحاعدكم، بتزيد نهار اليوم مبروك عيدكم. صحة عيدكم وكل عام وانتم بألف خير وصحة وعافية، عيد الفطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والعبادات، ربي يدخلنا بالصحة واليوم والبركات بإذن الله. جمعية كلاكات للسينما والفنون أبت أن تكرم وأن نتحضر معنا فنانين من ولاية سكيكدا، مغنيين ممثلين وأيضا صناع المشاريع هنا بولاية سكيكدا. نشكر كل من ساهموا برعاية أيضا فيرينيا أوتيل ومساهمة كل من الفنانة والمصممة المعاصرة التقليدية أحلام بوشمال، وبمساهمة أيضا ديليس شمشم وأيضا شارلايت. تابعوا معنا حوارات شيقة ما تزبيوش. ما نظرت إلى لما نظرت إلى أن بزين نهار اليوم صحاعدكم، بزين نهار اليوم مبروك عيدكم، بزين نهار اليوم صحاعدكم، بزين نهار اليوم مبروك عيدكم، وزين نهار اليوم صحة عيدكم. ونوفل رمضان حاضر معنا اليوم وصحة عيدك. صحة عيدكم، صحة عيد جميع مشاهدينا، صحة عيد جميع الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وخاصة صحة عيد الشعب السكيكدي. يعطيك صحة. نوفل رمضان خلينا نتعرف عليه، هو خريج المدرسة الأندلسية، فنان مؤدي للموسيقى الأندلسية، خريج من جمعية رصد ومايا مع الفنان أحمد شكات. خلينا نتعرف أكثر على الفنان اللي حاضر معنا اليوم، الأيقونة باللباس التقليدي وبلا ما ننسى ولا موندو اللي راهي حاضرة دايما معاك. نتعرف على نوفل رمضان. بون ديجا ميرسي بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحة على الاستضافة. Ça fait énormément plaisir de me retrouver avec des talents algériens, skigdi surtout. Bon, الموسيقى الأندلسية ولا المدرسة الأندلسية en général, خريج مدرسة المالوف، مدرسة رصد ومايا. Voilà, je suis toujours de cette association. Voilà, جمعية بيازين المالوف de كولات اسمها اكسرس دوامايا. Exactement. Outani, خريج المعهد الوطني العالي للموسيقى. Oui, j'ai fait mes études supérieures en Tmac. Donc, تلقاوني في الموسيقى الأندلسية وفي الموسيقى الكلاسيكية. Donc, voilà. وتوجور نقول بلي أنا مؤدي صاعد. باش نقول مؤدي ولا باش نقول مغني مازال باين. ما شاء الله، حضور، كاريزما، أداء، ما شاء الله. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، سي جونتي. نوفل رمضان، أنا نعرفك، إحساسك، أدائك، تميزك وحضورك معنا اليوم شي جميل أكيد. صوتك رنان، يمد تلك النغمة هديك وذاك الصوت الجميل. ربما شكون الإنسان اللي استلهمت منه الأداء ولا؟ voilà, bon, pour dire استلهمت نقول بلك دو بريفيرونس ils m'ont bien formé. شغل اطروني مليح، اكزاكتومون كبروني مليح، سورتو بون كيما على بالكم كامل بلي بديت مع الشيخ حفيظ موات اللي نوجه له تحيه نقول له صحه عيدك، والشيخ احمد شكات اللي هو اللي الما دوني بون صحه عيدك الشيخ احمد شكات عليك. دونك هو الما دوني لوكازيون باش نخرج نغني ديجا، باش نطلع اون طونك سوليست في الجمعيه. دونك قلت لكم اللي مد لي لوكازيون باش نغني في الجمعيه، ومن بعد كي رحت قريت في الانستيتيو ناسيونال سوبيريور دو ميوزيك، دونك قلت باللي نورمالمون ان شاء الله نقدر نخرج وحدي، نبدا نخرج وحدي، والحمد لله هذا هو لوكا. تميزت بخروجك. منطقة الراحة، باي باي، وداعا لمنطقة الراحة هذيك. اكزاكتومون، بون مازلت توجور ما نكذبش عليك، مازلت توجور في منطقة الراحة تاعيك في الموسيقى الأندلسية، مي بون ديرنييرمون بديت نخرج شوية من منطقة الراحة، وين لازم نخرج على منطقة الراحة، باسكو فوالا بون الموسيقى الأندلسية والمالوف نستعملوا غير في اللسان.
مي كيما على بالكم مؤخرا وين بديت ندخل في مجال الاعراس في مجال لي زانيماسيون فوالا تو سكي انيماسيون في لي زيفينمون ايفومونسيال ولا في الاعراس وين ما تقدرش تغني لهم غير الموسيقى الاندلسيه فوالا جميع الطبوع اكزاكتومون جميع الطبوع الجزائريه باسكو حنا عندنا الله يبارك في الجزائر بلد القاره عندنا بزاف طبوع بزاف تقاليد دونك تولي اوبليجي عليك باش تخدم شويه 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 على روحك باش امو تخرج حاجه بالطبع كيما نقولوا فوالا ما نظرت الى لما نظرت الى شنو في ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي وذاك التميز ذاك الاحساس ايضا دائما نرجع للاحساس والتميز نتاعك بحضورك معنا بقعدتك الشباب كاريزمتك ايضا شفناك على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل فيديوهات مع الاولاد الصغار اللي عندهم لي طالو هكا مواهب شابين ايضا خاصه انك استاذ في الموسيقى ايضا يعطيك صحة مرسي بوكو وفات وهادو كامل اللي شفتوهم الأطفال سي ميز إليف فوالا اللي ندرسهم في مدرسة خاصة سون دي إليف تاع بريمير اللي أكبرهم 10 سنين يدرسوا في السنة الخامسة دونك الحمد لله درت سلسلة من الموسيقى الأندلسية اللي هي نورمالمون ماشي داخلة كاع في البروغرام تاعهم في ليكول مي أنا جو تروف بو أنا إنسان متعلق بزاف بالتقاليد الجزائرية توسكي خاصة لما ذكرت لي التقاليد والتراث الجزائري في كل فيديوهات نوف رمضان دائما نشوف الألبسة التقاليدية حاضرة معنا وهذا شيء جميل نروجوا لتراث بلادنا وتقاليد اكزاكتومون انا اصلا البيت تاعي ديجا سي لي دو تروك الترويج للباس التقليدي سورتو اليوم راني حدا ايقونه من ايقونه في الموضه وفي اللباس التقليدي دونك نروجوا الموسيقى الاندلسيه التقليديه واللباس التقليدي سيتي مي بيوت ديجا بديتها العام اللي فات رمضان اللي فات ديجا بديت فيها والسنه درت اكثر باسكو كاين ميم لي زيلاف كانوا يحبوا دونك شافوا العام اللي فات دونك قال لك العام هذا ثاني ولات كونكورونس اكزاكتومون ولات كونكورونس لا انا ثاني راني حاب ندير انا راني حاب ندير وهي رايحه الحمد لله قدروا يحفظوا معايا قلت لك ماهيش داخله كاع في البروغرام تاعهم وين قدروا يحفظوا قدروا يقراوا ويغنيوا او ميم طون يقراوا البروغرام تاعهم تاع ليكول في الموسيقى ويقراوا هذيك حاجه جانبيه والحمد لله توفقوا فيها وكما شفتوا اليوم تانيك الفيديو تاع العيد اللي كانوا فيها بزاف الاطفال كورال جميل يهب اللي مريتو لي في لي كوليس اكزاكتومون دونك ان شاء الله تانيك من بعد تشوفوا في لي ريزو سوسيو ديالي ان شاء الله دونك نوفل نحبوا نبدلوا شويه جو نعاودوا السموك معليش بيان سور بون كي نقولوا سكي كدا نقولوا المالوف دونك كي نقولوا الشرق الجزائري كي نقولوا سكي كدا نقولوا المالوف دونك نديروا وصله صغيره من فالس فوالا ما نظرت إلى لما نظرت إلى أنوار بالله يا حمامي نرسل معك كتاب لمن نهوى غرامي خلاني في التهاب أقرأ لهم سلامي وعرف منهم جواب وأحبابي فارقوني عنهم بكت ما كانوا يعرفوني ونسوا مودتي لو كانوا يعرفوني ما نكروا عشرتي يعطيك الصحة يا جماعة ربما شفتوني هو يغني وهنا ندندن لأنه صراحة كنت نحضر معهم لريبيتيسون شي جميل نغم جميل نهدوه لكم مع فنانة اللي حضر معنا اليوم نوفل رمضان عودة مليليك نوفل ربما كلمتك حضورك معنا هنا اتفضل
نعاود نقولها ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحة. اي سورتو سي اون بروميير بور موا دون ان بلاطو سكيكدي 100%. اول مرة نحضر حصة في سكيكدا ومع شباب سكيكدي ومتألقين سكيكديين فنانين سكيكديين. دونك والله فرحت بزاف كي عيط لي وكي انفيتيتني، باسكو ديما نقولها نحب صح نبان في اون الجيري مي توجور في ولادتك. فوالا اي سي اون بروميير بور موا، والحمد لله عدت خفيفه ظريفه وستي بيان سورتو مع المتالقه كما نقولوا احلام بوشمال. يعطيكم الصحه، ميرسي بون، صحه عيدهم جميع الجزائريين، جميع الشعب السكيكدي كما نقولوا، خاصه وشعب جميع الامه الاسلاميه، وخاصه اللي راهم في الغربه. ديما نوجه لهم تحيه ونقول لهم صحه عيدكم. فوالا ميرسي. ما نظرت إلى لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خفتي كفي. إذن بلاك الماركت واللبسة اللي راني لابسها اليوم هي من توقيع أنامل ذهبية، فنانة مصممة بكل المعايير اللي راي حضرة معنا اليوم بهذا الزبادور الرجالي العاصمي من توقيع سفيرة اللباس التقليدي في الشرق الجزائري ومصممة الأزياء من ولاية سكيكدا أيضا، صاحبة طبعة ملكة جمال سكيكدا لسنة 2022 وصاحبة ماركة أبي وصاحبة دار الأزياء أحلام فاشن ديزاين. أهلا وسهلا ومرحبا بك أحلام بوشمال، صحة عيدك أول شيء. صحة عيدكم، صحة عيدك، صحة عيد الأمة الإسلامية كامل، صحة عيد جمهوري ومتابعيني، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تعيدوا بصحة ولهنا إن شاء الله. إذا أحلام أحكي على هذا اللباس اللي راني لابسه اليوم واللباس اللي راكم لابسينه أيضا اليوم. لباس التقليدي الجزائري سواء للمرأة أو للرجل، أنا كما نقولوا نخدم لباس رجاليين جبادور بعيدش ألوان بالخيط الأصفر. ما نظرت إلى لما نظرت إلى أحلام بوشمال كرمت في قبل رمضان هكذا في مصر الشقيقة دولة القاهرة كسفيرة اللباس الشرق الجزائري، راهي حاضرة معنا اليوم ملتقى الأيقونات العربية كونكدور السلام 2024. أحلام بوشمال أحكينا على تجربتك في بلد الأهرامات مصر. جاتني دعوة من مصر بلد الأهرامات، رحنا درنا مهرجان، روشت اللباس التقليدي الجزائري، الكاريكو الجزائري، القفطان الجزائري، الغليلة، القندورة الشرقية الجزائرية، يعني مثلنا بلادنا أحسن تمثيل، عرفنا بلباسنا التقليدي الجزائري وموروثنا التقليدي الكبير. تكرمت كسفيرة اللباس التقليدي للشرق الجزائري، تعرفت على كما نقولوا ناس. لباسك تقليدي جزائري 100% على أصوله الكاريكو الجزائري، أحكي لنا عليه وعلى تصميمك أيضا وعلى عدة تصاميم اللي عندك كوليكسيون. لباس تقليدي الجزائري تاعنا لباس مميز جدا، عنده طابع تقليدي، عنده كما نقولوا شاغم خاص، أي واحد يشوف لباس تقليدي الجزائري يعجبه يحب يلبسه شغله، هذه الحاجة المميزة في لباسنا التقليدي. تبين لهم حاجة شغل ما عمليش تاتيريهم، يعني لباسنا التقليدي يعني جد رائع. لباسي هو الكاريكو الجزائري بطبعة عصرية من تصميمي أكيد بالقطعة أو بالبيغلاج اللي معروفة عندنا في ولاية سكيكدا وفي الشرق الجزائري، هو من تصميمي كما قلت. كما عندي عدة تصاميم، القفطان، الكاريكو، القندورة كما سبق وذكرت، وإحنا في الجزائر بصفة عامة مشهورين بالقفطان الجزائري، اللي قفطان القاضي الجزائري اللي كانت تلبسه مرت الرئيس الراحل الهواري بومدين، وهو قفطان يعني مشهور جدا جدا، قفطان القاضي الجزائري، القفطان المميز بلادنا وجزائرنا، جزائر القارة، هو مختلف عن ممكن كاين في بلاد أخرى، ممكن كاين قفطان ولكن ليس القفطان الجزائري، لأن القفطان الجزائري يبقى قفطان مميز بجزائرنا. أيضا لك عدة أعمال في الميدان سكيكدي، خاصة لما قمت بتنظيم طبعة ميس سكيكدا ملكة جمال سكيكدا سنة 2022 اللي كنت حاضر فيها أنا مع عدة زملاء معايا. حكينا على تجربتك في عجالة.
ملكة جمال سكيكدا الطبعة الأولى فاتت، لأني فكرتي في ملكة جمال سكيكدا تقعد فكرة لإظهار لباس تقليدي الجزائري والسكيكدي خاصة، والتعريف بالفنانين الموهوبين السكيكديين خاصة والجزائريين عامة. الفكرة تاعي هي ملكة جمال سكيكدا، ولكن لب الموضوع كان أنه الجوهر الموضوع كان أنه نعرف بولاد ولايتي ولاد بلادي ونروج لباس تقليدي الجزائري، ننظموا تظاهرة اللي تزيد لنا البلوس للولاية تاعنا، وراني ننظم للطبعة الثانية إن شاء الله تكون أحسن من الأولى ودرنا البلوس لولايتنا. الشيء اللي يميزني أيضا في ولاية سكيكدا أنه أنا الأول ماشطة في ولاية سكيكدا، نخرج مع العرايس نلبسهم نتهلا فيهم، نجيب لهم ليتوني تخاديسيونيل تاعي يلبسوا تصديرة العروسة من الكاركو للقفطان للغليلة لتصديرتها كومبلين تهلا فيها في مشطتها في مكياجها في راحتها. يعطيكم الصحة، قصرتنا خفيفة ظريفة، كنت ثنائي لباس جميل يروج لتقاليدنا، تقاليد بلادنا الجزائرية طبعا، غير الكريكو والجبادور وغيرها من ألبس التقاليد الجزائرية. أعطيني كلمة أخيرة أحلام بوشمال. كلمتي الأخيرة هي نهدي تحياتي لعائلتي الكبيرة والصغيرة، ولمصح عيدكم ولي فانس تاعي كامل صح عيدكم. حبيت نشكر الأخ بها على هذه الاستضافة الرائعة والفكرة الرائعة اللي قام بها أنه دار لما سكيكدية 100%. شكر خاص أيضا لجمعية كلاكيت التي دعمتنا، يعطيهم الصحة وليكيب كامل يعطيكم الصحة، وربي يوفقكم إن شاء الله إلى ما فيه خير لنا إن شاء الله. يعطيكم الصحة، حضوركم جميل، حضوركم جميل معنا اليوم، ونضرب لكم موعد إن شاء الله في حجز أخرى. صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير، تبقوا على خير. لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خفتي كفي على بصري لما بدأت تتنى لما